صار لازم نتحرك تحت هذا الشعار. وبمناسبة اليوم العالمي للسمنة أقيم في أربيل ماراثون عالمي للتوعية بخصوص أمراض السمنة والابتعاد عن الأكلات غير الصحية. مهرجانات تصير بمناسبة يوم السمنة العالمي، نركض حتى يكون عندنا لياقة زينة وجسم رشيق. وهذا عدد المشاركين احنا اللي مسجلين عندنا قبل يومين طبعا لغاية البارحة اكثر من 550. اليوم كان ماراثون هو اصلا مال يعني السمنة للاشخاص اللي سمينين، بس شفنا يعني تقريبا كان المشتركين بيهم هو يعني مو بس يعني السمنة، هو كانوا دا يشاركون. وشفنا يعني الماراثون الحمد لله كلش زين راحت، والمسابقين كلهم يعني اللي اجاب حقه انطيناها الارقام، كل من اجاب حقه انطيناها رقم ماله. المهرجان شهد مشاركة المئات من المتسابقين من مختلف المحافظات العراقية في خطوة تأتي للتشجيع على الرياضة والأكلات الصحية وجعلها من العادات الحميدة في مجتمعنا. تم استدعاء إلى ماراثون الأسبوع العالمي، المسافة 6 كيلومتر، الحمد لله أشكر حصلت المركز الثاني، وطبعا كان تنظيم مميز واحترافي، وأنصح به جميع الناس جميع الأشخاص على تشجيع أبنائهم على المسيرة الرياضية والتشجيع لجميع الرياضات سواء كان جري أو قدم أو جميع رياضيات، لأنها دافع معنوي دافع صحي. يعني الرياضة شيء عام مفرح يعني، وإن شاء الله ننتمي إلى جميع الرياضات. ماراثون حالة حلوة ومش أول مرة حقيقة تصير عندنا في كردستان وفي العراق، حالة حضارية، حالة توصل مسج كبير للشعب كله كبلد. المشاركة هي الحقيقة الكبيرة، إنه المشاركة كلها كأفراد صغار وكبار، نشوف تنوع كبير في المستويات، في الأعمار، في عدد الناس اللي جايين من مختلف الفئات، وفي عندنا أجانب كتير مشاركين معنا هون، فصار الكل في فد وحدة كتير حلوة حبيتها. أنا من الناس اللي شجعت أولادي يشاركوا. وتشير الإحصائيات الرسمية إلى ارتفاع واضح في معدلات السمنة بعد ابتعاد الكثير من المواطنين عن الأكلات الصحية والرياضة اليومية. لبرنامج صباح دجلة، مصطفى السامرائي، أربيل.